كما تعلمون فأن السلطات السعودية أعلنت منذ الأسابيع إقامة حج هذا العام 1443 هجرية، وذلك بعد غياب سنتين بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بأكملها. وبسبب هذا الوباء الذي ما زال يحدد الدول، فقد خرت السلطات السعودية تخفيض عدد الحجاج في العالم من ما وصل إلى عدد 1 مليون حاج من داخل والخارج. ومن هذا العدد خصصت لتشات حصة عدد 3997 حاجة. ولكن ما زالت المفاوضات جارية مع السلطات السعودية لزيادة حصة الحجاج التشاديين. فالحريص السلطات السعودية على صحة وسلامة الحجاج، فقد جاء هذا القرار الذي يشمل منها لا زيادة العمر من 65 سنة، أن يكون الحاج محسن بجرعات ضد كورونا 19 المعتمدة، أن يكون لديه حصة PCR لا يتجاوز 72 ساعة. وننتهز هذه الفرصة لنتقدم بجزيل الشكر وجميل الأرفان لفخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو على مطابعته الشخصية لضمانة حاج في أحسن الظروف ولرعاية شعبه الحاج لهذا الأمر.